هاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم؟ معكم بدر بدر. كيف حالكم؟ أنا بعرف إني تأخرت عليكم شوي بس عادي صرنا متعودين على جدول القناة السنوي. المهم بهالفترة نزلت كتير فيديوهات على التيك توك، وزي ما انتم عارفين أنا مقتنع إنه التيك توك للأغبياء. جبت لكم اليوم مجموعة سكتشات غبية من التيك توك عشان نشوفها اليوم مع بعض. بس صراحة غباء فيديوهات اليوم يعني توب توب. قبل ما نبلش بفيديوهات التيك توك تاعو اليوم، اعملي لنا لايك على هذا الفيديو، واذا حاب تعملي فولو انستغرام هي اسمي على الانستغرام، وخلينا نبلش باول فيديو تيك توكاوي معنا اليوم. حلوه هي تيك توكاوي، خلينا نشوف. لا 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 لا، يعني صاحب فكرة هذا الفيديو زلمة فنان فنان، يعني يا هيك الأفكار يا بلاش. أول شيء زي ما شفنا بالفيديو، أول واحد رجل سليم ما فيه أي مشكلة، أظن إنه هيك صاحب الفيديو حابب يوصل لنا، شاف حفرة بالشارع وما سكرها ولا عمل فيها أي شيء. ثاني واحد إجا بالفيديو المفروض إنه زلمة إيده مقطوعة، بس هو مخبيها جوا الجاكيت وحاول إنه يسكر الحفرة اللي موجودة بالشارع. بعد هيك إجا زلمة ثالث مش شايف فيه أي مشاكل كبيرة غير إنه بعرج عرجة خفيفة وكان بده يمرق من نفس الشارع. السؤال، أنت ليش رحت حطيت حالك على الحفرة؟ يعني عادي احكي له من هون في معك وسع كثير، يعني رحت عملت لي حالك انت المضحي. خلينا سكر خلينا سكر حفرة، في واحد بدي يمر. لا يعني ليش ليش ليش، ما شاء الله يعني طلع بالحل المثالي. لا وبتعرفوا شو الاحلى من هيك؟ انه الزلم اللي بعرج مر عنه كانه عادي، ولا في زلم ماد حاله على الارض ولا شيء. فيديو ابداع ابداع. طيب خلينا نشوف الفيديو الثاني معنا اليوم من فيديوهات التيك توك. ياسين فكر في حبيبتي. لازم واحد يفكر في حبيبته، ما يصير يفكر في امه. لا لا لا، برافو برافو، يعني برافو برافو. ايش التمثيل الرائع هذا؟ ايش التمثيل والفكره الحلوه هاي؟ اول شيء انتوا ليش مخدين الموضوع كثير اوفر؟ يعني عادي سالته بتحكي مع صاحبتك قال لك لا بحكي مع امي، ليش عاملين الموضوع كثير اوفر وانت رحت تدمرت ورا وهداك الثاني ماشي لي؟ ليش ليش ليش؟ خلينا نشوف كمان فيديو. وانا ادور صديقي عبسي شفته واقف بروحه، سالته كيف تكلم حبيبتك؟ قال لي لا اكلم امي. للاسف كنت راح اسيء الظن فيه، سوء الظن مرض يقتل كل شيء جميل. يا اخي ليش ليش اوفر؟ ليش انتو كثير اوفر؟ شو هاد؟ بدر بتحكي مع صاحبتك؟ لا والله اكلم امي. لا شو عاملين موضوع قصة؟ خلص عادي عادي، الموضوع عادي جدا، مش مش مستاهل. لا وحطوا موسيقى حزينة و اوكي. اسمع حبيبتك قاعدة تصيح، امك قاعدة تصيح. لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. يا أخي أنت ليش ليش مكبر الموضوع؟ ليش مكبر الموضوع؟ بعدين ليش أمك وصاحبتك قاعدين يصيحوا؟ لا وتقول أصحاب هدول الاثنين قاعدين يتسابقوا عشان يوصلوا له يحكوا له مين قاعد بيصيح. بعدين حلو بالموضوع بعد ما صاروا يركضوا. أصحابه اللي ورا اختفوا، اختفوا تماما. يعني هذا أكبر دليل إنه التيك توك للغباء، بس تحصيل غباء. خلينا خلينا لسه في كمان فيديوهات. كنا واقفين لحبيبتي عطتني ماي، قالت تشرب، شربت الماي حسيت بشيء غريب وطحت عليهم وهم استانسوا لأن عبالهم نجحت الخطة، بس ما يدرون أني ما شربت الماي لأني قبل شوي كنت معاهم وياني اتصال، قلت لهم شوي وايكم ورحت على صوب وقاموا يحطون سم في الماي، بس الحمد لله لما كنت أسولف في التلفون والتفت
شفتهم يحطون السم من كذي ما شربت الماي للأسف. كانوا يبون يذبحوني ويحبون بعض. لا لا المحقق كونان كان يعلم أنهم سوف يضعون له السم. عندما ذهب وتكلم كونان بالهاتف نظرة ثاقبة إلى الخلف ورآهم يضعون السم. عندما قالوا له الأشرار أن يشرب من المياه أوهمهم بشربها ولكنه لم يشرب بل تفلها وضحك عليهم قبل أن يقتلوه. وثم لا ثواني انت ليش اول ما امي تكون تضحك بعدين صرت تعيط؟ شو بدك؟ بعدين ليش هم بدهم يذبحوك عشان يحبوا بعض؟ يعني شو مين انت؟ لا وبدهم يعملوا جريمة القتل بنص المول كمان. يعني صراحة بدك شوية افكار اخراجية. يعني صراحة خلي يساعدك ممكن يساعدك بافكار حلوة. بس خلينا نشوف كمان فيديو لاخونا كونان الحساس. كنت قاعد مع صديقي وخبرت انه انا حبيت واحدة جديدة وعصب علي قال لي زين حبيبتك ايش صار عنها اللي كانت تحبك؟ قلت له خلاص تركتها وما بيها. عصب علي قال لي تلعب على قلوب الناس عبالك لعبة ومشى عني. بس ما يدري اني تركت حبيبتي عشانه هو، لانه كان يحبها وكان خاق عليها، كان كل يوم يتأمل بصورها، كان كل يوم يشوفها. إيه كذبت على صديقي وقلت له إني وحصلت واحدة جديدة، لأني لو قلت له الحقيقة ما راح يرضى. إيه خسرت صديقي بس أهم شيء هو مستانس وحصل شريكة حياته. يا يعني الناس اللي على تيك توك كثير عامل لحاله اوفر. تركت صديقتي من اجل صديقي ولكنه لم يعرف انني تركتها مشان كان يحبها ولكن يعرفها ولا شو. انا ايش اسوي لك؟ انا ايش اعمل لك؟ وكثير متضايق، كثير متضايق. لا وحاطط له موسيقى حزينه هسه زي موسيقى دعايات رمضان، وغير هيك بقعد يحكي لك الروايه بصوت. قلت لصديقي اني تركت صاحبتي ورحت لصديقة ثانية بس ما يعرف اني تركتها لانه كان يحبها ويطلع على صورها ومغرم فيها، بس ما يعرف ان انا حاليا مرتاح لان حياتها صارت مستقرة. وبقول لك اخرس انت وصاحبك يا حبيبي. صراحة تيك توك عبارة عن استفزاز. اذا حاب ترفع ضغطك بس روح اتفرج على تيك توك، انا مش عارف الناس كيف مبسوط عليه، عايش مبسوطين. خلينا نشوف كمان فيديو، بلكي يعني طلع فيديو منيح من هالفيديوهات تاعون تيك توك. خلينا نشوف كمان. ايش بدك؟ ايش افهم؟ شو اسوي؟ ايش اعمل؟ حدا فيكم فهم؟ شو العبرة؟ شو المغزى؟ شو بدك؟ شو اعمل؟ شو؟ في البداية كنت ماشي وواحد اخذ منك التليفون، طيب ما هرب ولا خبى ولا عمل اشي، ايش طب ليش اخذت منه التليفون؟ رماه على الارض، ليش؟ ما بعرف. ما علينا، صاحب التليفون شاف التليفون على الارض، دعس عليه. ليش؟ لا قول عطل من هيك، بعد ما دعس عليه راح ترك التليفون على الارض. طب انا ايش اسوي؟ انا مين؟ شو بدك؟ شو الحكمة؟ شو المغزى من الفيديو تاعك؟ شو بدك؟ شو اسوي انا؟ عشان تعرفوا لما اقولكم انه التيك توك للغباء، يعني ما حدا برد، ما حدا بيصدقني انا. يعني والله الفيديو هاي بس عشان ترفع ضغطك، بس ما لهاش معنى، ما لها معنى غير انها ترفع ضغطك. امي بترن علي. طيب وانا لهون راح انهي الفيديو، ان شاء الله يكون عجبكم. ما تنسوا تعملوا الفولو على انستغرام تبعتوا لكل المقاطع، واعمل لايك وسبسكرايب على الفيديو اذا عجبكم. وكمان مره ان شاء الله الفيديو الجاي، يعني السنه الجايه قصدي، ان شاء الله راح احاول ان اخليه ما يطول، بس ان شاء الله. وان شاء الله راح اشوفكم بالفيديو الجاي. سلام. ايه بس سؤال، ما حدا فيكم لاحظ إن